السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سعيدة بلقائي معكم مجددا في فيديو جديد ووصفة جديدة. كنتمنى الأمور ديالكم تكون بخير وعلى خير وتكونوا في أحسن الأحوال. إذا كنتوا أخواتي أول مرة كتشاهدوا القناة، معكم أختكم بشرى. ما تنساوش تفرحوني بالاشتراك ديالكم بالضغط على زر الأحمر زر الاشتراك مع تفعيل الجرس، باش هكا إن شاء الله توصلوا بجديد الوصفات. ومرحبا بكم كاملين وحدة بوحدة في القناة. بالنسبه للوصفه اللي جيت نقدم لكم ان شاء الله اليوم، جيت نقدم لكم جينواز ناجحه 100% بطريقه اللي ان شاء الله غادي تشاهدوها معايا في الفيديو. بالنسبه للاخوات اللي ما كتنجحش معهم، ان شاء الله غادي نقول لكم بزاف ديال الاسرار النجاح ديالها. كيف ما كتشوفوا معايا كتجي هكا طالعه مفشفشه، حضرناها فقط بربعه ديال الحبات ديال البيض. بلا ما نطول عليكم يلا معايا ان شاء الله نتعرفوا على الطريقه والمكونات ديالها. ولكن قبل من هذا خليوا لي لايكاتكم، شاركوا الفيديو ان شاء الله مع العائله والاصدقاء، وكيف ما كنقول لكم ديما خليوا لي التعليق ديالكم حيت كتفرحني بزاف. يلا ودابا باش نتعرفوا على الطريقه والمكونات ديال تحضير هذا الجينواز. على بركة الله أخواتي غادي نحتاج المكونات الجينواز. عندي هنايا أربع حبات من البيض، ضروري البيض يكون هكا في درجة حرارة ديال المطبخ. كاينين بزاف الأخوات اللي ما كينجحش لهم الجينواز حيت كيديروا البيض اللي كيكون برد، من الأفضل ديروه في درجة حرارة ديال المطبخ. عندي هنايا 200 غرام ديال السكر سنيدة اللي هي السكر حبيبات، وضروري دائما القياس ديروه بالقياس هكا اللي كيكون معبور باش هكا كتنجح لكم. غادي نحتاج هنا 200 غرام من الدقيق الابيض، ومن الافضل عفوا انكم تستعملوا الدقيق الخاص بالحلويات نوعيه جيده باش هكا كتنجح معكم. ساشيه ديال سكال فانيلا كيف ما كتشوفوا معايا 7.5، وعندي ساشيه ديال بيكين باودر اللي هي الخميره ديال الحلويات الوزن ديالها 8 غرام. كيف ما كتلاحظوا معايا مكونات هذا الجينواز جد اقتصاديه، وكتخرج لينا جينواز للقطر ديالها 25 سنتيم بالنسبه للاخوات اللي بغاو هكا القطر ديال المول. غادي نبدا معكم باول حاجه كنديرها، فدائما كناخذ هكا الدقيق كنعبره وكنغربلو من قبل. من بعد اخواتي قبل ما نحضر هكا الجينواز فكنعاود هكا كنغربلو مره اخرى. فكيف ما كنقول لكم دائما في الجينواز قد ما غربلتوا الدقيق قد ما كيجيكم هكا من طبيعه الحال كيجيكم الجينواز ديالكم خفيف وناجح 100%. هنايا غادي نوضع كيف ما كتشوفوا معايا هاد 200 غرام من الدقيق الابيض، غادي نغربلها كامله وغادي نضيف ليها ان شاء الله المكونات الاخرى اللي خصها كتغربل في الاول، وغادي نخلط هاد المكونات وغادي نحتفظ بهم ان شاء الله كيف ما غادي تشوفوا معايا في الجانب، باش هكا نمشي نطحن معكم اولا نخلطوا مع بعضياتنا الدقيق مع السكر والسكر الفانيلا. وهنا كيف ما شفتوا معايا فانا ضفت قبيصه ديال الملح اللي ضروري نضيفوها في الحلويات، وغادي نخلط هاد المكونات الجافه مع بعضياتها كيف ما كتشوفوا معايا بهالطريقه. صافي بعد ما خلطت المكونات غادي نحتفظ بهم ان شاء الله في الجنب، وغادي ندوز هنايا باش نحضر معكم الجينواز اللي غادي ندير فيها كيف ما شفتوا معايا اربع حبات من البيض. وضروري كيف ما ذكرت لكم البيض يكون عندكم كبير، فنسيت ما ذكرتها لكم اخواتي في الاول ديال الفيديو. بالنسبه لي انا فكانت عندي غير حبه واحده كبيره وثلاثه ديال البيضات، كان الحجم ديالهم صغير ماشي كبير. من الافضل انكم ديروا اربع حبات من البيض اللي يكونوا كبارين، وضروري انكم تكونوا غاسلينهم من قبل ومسحينهم من الماء، حيت الا مشيتو غسلتوهم ودرتوهم بالماء اللي كيكون فيهم فضروري شي قطره غادي تهبط لكم مع البيض وما غاديش يطلع لكم بسرعه، او لا ما غاديش يطلع لكم بصفه نهائيه. فمن الافضل انكم تغسلوه وتمسحوه من قبل وتخليوه هكا ينشف غير واحد شويه، عاد كدوزوا ان شاء الله باش كتحضروا الجينواز ديالكم. فهذا سر من الاسرار باش هكا طلع لكم الجينواز. خديت هنايا الاناء اللي وضعت فيه ربعه ديال البيضات، درت هنايا 200 غرام من السكر سنيده، وغادي نضيف عليهم ساشيه من سكر الفانيلا الوزن ديالها كيف ما ذكرت لكم 7.5. صافي من بعد غادي ندير الجينواز في العجانه باش هكا اخواتي
طلع ليا هاد الكميه اللي عندي ديال البيض مع السكر. فبصراحه عندي الخلاط الكهربائي ولكن كيحتاج بزاف ديال الوقت باش هكا كيطلع. الا عندكم العجانه فمن الافضل انكم تستعملوها بالنسبه هكا للجينواز ديالكم، فبسرعه كتطلع لكم. في الاول كندير هكا السرعه اللي كتكون هكا قليله، ومن بعد كنجهدها وغادي نخلي ان شاء الله هاد البيض مع السكر حتى كيضاعف الحجم ديالو كيولي اللون ديالو ابيض، وغادي نوريكم ان شاء الله القوام ديالو كيفاش خصو يكون. صافي بعد ما كيبان ليا الخليط بيض وضعف الحجم ديالو كنعاود هكا باش نجرب نشوف من طبيعه الحال القوام ديالو، الا كان خاصو هكا مازال نطلعو واحد شويه فغادي نزيد. كيف ما كتشوفوا معايا فاش كتهزوا هكا هاد الخلاط ديالكم فالخليط كيهبط لكم بسرعه، فغادي تعاودوا هكا تخلطوه مره اخرى حتى كتشوفوا معايا ان شاء الله غادي تشوفوا معايا القوام ديالو كيفاش كيكون. فذكرت لكم بانه اي حاجه كتكتبوها هكا في الفوق فما كتغبرش لكم بسرعه او لما كتهبطش لكم بسرعه. صافي هنايا غادي نعاود هكا نخلطو مره اخرى وغادي تشوفوا معايا فاش غادي نهز هذه الخلاط الكهربائي كتحسوا بالخليط ديالكم تقال. صافي هكا اللي خصنا نحصلوا عليه كيف ما كتشوفوا معايا. كنت كندير اخواتي طريقه، واليوم جيت نوري الاخوات الاخرين طريقه اخرى باش تحضروا الجينواز. فكنت ملي كنطلع هكا البيض مع السكر فكنحيدو وكنضيف الدقيق على ثلاثة ديال المرات وكنبقى كنخلط بلا سباتول من الاسفل للاعلى. اليوم جيت باش ندير لكم هاد الطريقه اللي جد بسيطه بالنسبه لك الاخوات اللي ما كيعرفوش ليك الطريقه ديال من الاسفل للاعلى وكيهبط لهم من طبيعه الحال البيض. فكما كتطلعوا البيض ديالكم مع السكر كتضيفوه في خطره واحده كيف ما شفتوا معايا هو والخميره وقبيصه ديال الملحه. صافي وكتحاولوا هكا تخلطوا بالخلاط ديالكم على سرعه اللي كتكون متوسطه، ما ديروش نهائيا السرعه اللي كتكون مجهده، غير كتحسوا من طبيعه الحال بالدقيق ديالكم انسجم لكم مع البيض مع السكر وما بقاش لكم في التحت ديال الاناء كيكون واجد من طبيعه الحال. وهنايا بعد ما تخلط ليا الدقيق مع المكونات غادي تلاحظوا معايا ان شاء الله القوام ديالو كيفاش كيكون. فتيكون بهذا الشكل هكا غادي تعرفوا بان الجينواز ديالكم راه هي ناجحه والبيض ديالكم ما كيهبطش نهائيا. صافي غادي ناخذ المول للقطر ديالو كيف ما ذكرت لكم، عندي هنايا هذا المول اللي القطر ديالو 25 سنتيم. انا درت فيه ورق الزبده حيت ضروري بالنسبه للجينواز يكون عندكم هكا ورق الزبده. بالنسبه للاخوات اللي بغاو يحضروا الجينواز وما عندهمش فتقدروا تدهنوا اللاطه ديالكم مزيان بالزيت وترشوا عليها الدقيق بكميه اللي كتكون كثيره باش هكا ما كتلصقش لكم الجينواز ديالكم ملي كطيب. غادي نحاول هكا نفرغها كيف ما كتشوفوا معايا، هذا هو القوام ديالها. غادي نسرحها مزيان وغادي ندخلها للفران اللي كنكون مشعلاه من قبل باش هكا كيسخن ليا الفرن مزيان. فانا قبل ما نحضر الجينواز كندير هكا الفرن كيسخن على درجه حراره 180. بالنسبه للاخوات اللي عندهم الفرن ديال الغاز فكتشعلوا الفرن فقط من الاسفل على نار اللي كتكون متوسطه، كتخليوا الجينواز ديالكم حتى كتنفخ وكتحمر لكم من الجوانب. من بعد اخواتي كتهبطوها للجهه التحتانيه وكتخليوها كتحمر لكم من الفوق، النار كتكون من الفوق ديالها. اما بالنسبه للاخوات اللي عندهم الفرن كهربائي بحالي فمن الافضل اخواتي انكم تشعلوا عليها من الاسفل وفقط على 180 درجه حتى كطيب لكم كيضاعف الحجم ديالها وكتحمر لكم الجوانب، عاد كتشعلوا عليها العافيه من الفوق. بالنسبه لي انا الفرن عندي كيشعل الفوق والتحت، ما كيشعلش لتحت بوحدو والفوق بوحدو، فخليتها في الجهه التحتانيه كيف ما شفتوا معايا وخليتها 20 دقيقه حتى 25 دقيقه اللي كتحتاج منكم هذا الجينواز اللي كديروها بحجم عائلي. وباش كتعرفوا الجينواز ديالكم راه هي طابت وجدات فكتاخذوا هكا العود ديال الاسنان وكتكو هكا في الوسط، الا بان لكم خرج لكم ناشف كتعرفوا بان الجينواز ديالكم راه هي طابت واجده. هنايا غادي نخليها ان شاء الله فوق سطح العمل غير تولي ليا هكا شويه دافيه. من بعد غادي نحاول هكا ناخذ واحد الموس وغادي ندوزو هكا في الجوانب باش نتاكد بان الجينواز راه هي ما لاصقاش. بالنسبه للاخوات اللي يبغيو هكا يدهنوا الجوانب واخا يديروا ورق الزبده يديروها في الاسفل ويدهنوا الجوانب ديالهم بشويه ديال الزيت ويرشوا عليها الدقيق فعندكم كامل الاختيار، او لا كديروا هذه الطريقه راه ساهله غادي تشوفوا معايا غادي تحيد ليا هذا الاطار بكل سهوله، ما غاديش يلتصق ليا من طبيعه الحال الجينواز في هذا الاطار. غادي نخليها ان شاء الله حتى تبرد عندي تماما، من بعد غادي نغطيها بالبلاستيك الغذائي وغادي نخليها اخواتي تبرد ليله كامله. فمن الافضل الا بغيتوها كتحضروا اي تورته ديالكم ديال لاكريم من الافضل انكم تحضروا الجينواز ديالكم بليله من قبل باش هكا
كتجمع راسها وفي نفس الوقت ما كتفرتتش لكم ملي كتجيو هكا كتقطعوها او لا تهبط لكم. فهذا سر من الاسرار ديال الجينواز باش هكا ما تهبطش لكم او لا تفرتت. غادي نخليها انا ليله كامله وان شاء الله غادي نتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله باش هكا نوريكم كيفاش حضرت بهاد الجينواز، حضرت بها تورته بالمذاق ان شاء الله ديال السيترون. نتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم. ودابا كنقول لكم وصلنا للنهايه ديال الفيديو، خليتكم على خير والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.